هو أحد أبرز رموز فريق الكرة بنادي الزمالك عبر تاريخه، وأكثر من ساهم في زيادة شعبية النادي خلال فترة السبعينات والثمانينات. عشقته جماهير الكرة المصرية بشتى ميولها ولقبته بملك النص، لما كان يتمتع به من قدرات فنية مذهلة في قيادة خط وسط أبناء مدرسة الفن والهندسة ومنتخب مصر على مدار سنوات طويلة. فاروق جعفر أسطورة تتحدث عن نفسها. ولد فاروق جعفر الذي تمتد جذور عائلته لمحافظة أسوان في 29 من أكتوبر من عام 1952، وانبهر إبراهيم عبد الرحمن كشاف اللاعبين عند مشاهدة مهارات رؤى وهو يمارس المستديرة في شوارع حي المنيرة بالقاهرة، ليقوم بضمه وهو في 14 من عمره لصفوف فريق الناشئين بنادي الزمالك. وتزامنت انطلاقة فاروق جعفر مع الزمالك في يوم عيد ميلاده 19، حيث خاض أول مباراة له بقميص الفارس الأبيض أمام الأولمبي في 29 من أكتوبر من عام 1971 بمنافسات الدوري الممتاز، وكتب شهادة ميلاده الكروية في مواجهة الأهلي بلقاء القمة موسم 1971-1972 بعد تسجيله هدفاً لمصلحة الفارس الأبيض في مباراة لم تكتمل أحداثها. ومنذ هذه اللحظة حجز ملك النص مقعداً أساسياً في تشكيل النادي الملكي، وبات أبرز العناصر الأساسية للفريق على مدار سنوات عديدة، شاهدة على تألقه وإبداعه في قيادة أبناء ميت عقبة للألقاب والإنجازات. وأطلق الناقد الرياضي الشهير نجيب المستكاوي لقب أناسس الكرة المصرية على فاروق جعفر نسبة إلى رجل الأعمال والمليونير اليوناني الشهير أرسطو أناسس، وذلك باعتبار ملك النص هو أغنى لاعب الكرة المصرية خلال فترة السبعينات وصاحب العقد الأغلى في نادي الزمالك آنذاك بمبلغ قدره 150 جنيها شهريا. وخاض فاروق جعفر رحلة احترافية بالدوري الأمريكي في عام 1980 في ناديي مانشستر سيتي وفلادلفيا فيوري كواحد من أوائل جيله الذين طرقوا أبواب الاحتراف الخارجية قبل أن يقرر العودة إلى مصر والتحليق مجددا في سماء الكرة المصرية بقميص الزمالك. ويعتبر فاروق جعفر واحدا من ضمن العشرة الهدافين التاريخيين لفريق الكرة بنادي الزمالك في جميع البطولات والمسابقات برصيد 64 هدفا، منهم 53 هدفا مع الفريق بالدوري الممتاز. ونال ملك النص جائزة أفضل صانع ألعاب في بطولة كأس الأمم الإفريقية مع منتخب مصر في نسختي 1974 و1976، كما جاء ضمن أفضل 10 لاعبين في القارة السمراء في عامي 1975 و1977 حسب مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، والتي كانت مختصة بمنح جوائز الأفضل في إفريقيا في ذلك الوقت. وساهم جعفر في تتويج الزمالك بلقب الدوري في موسمي 1977-1978 و1983 و1984، كما نال لقب كأس مصر مع أبناء الفن والهندسة 3 مرات، ولقب إفريقيا للأندية أبطال الدوري في عام 1984 و1986، كذلك لقب الأفرو أسيوي عام 1987، كما حقق برونزية أمم إفريقيا مع الفراعنة في عام 1974، كذلك برونزية دورة الألعاب الإفريقية في عام 1973. وتوج أناسس الكرة المصرية بلقب الدوري الممتاز وهو ضمن الجهاز المعاون لفريق الكرة بنادي الزمالك في موسمي 1991-1992 و1992-1993، كما نال شرف تدريب منتخب مصر الأول في عام 1996 في تجربة قصيرة، فضلا عن سجل تدريبي مميز قاد خلاله العديد من كبار أندية الدوري المحلي. وأنهى ملك النص رحلته مع المستطيل الأخضر في عام 1986 بعد مسيرة كروية حافلة تدعو كل عاشق للزمالك للاعتزاز والفخر بها كواحد من أبرز أساطير القلعة البيضاء الذين سطروا تاريخا من ذهب للكرة المصرية والعربية. فاروق جعفر ملك النص، 50 سنة كورة. ورجعنا لكم مرة أخرى. لو شلت اسم كده لوحده كل لوحده، فاروق في كتير اسمهم فاروق، وجعفر في كتير اسمه جعفر، لكن لو قلت فاروق جعفر فهو نار على العالم.
واحد من أساطير الكرة المصرية، كابتن فاروق جعفر. كابتن فاروق جعفر الأيام دي من 3-4 أيام فاتوا مر على أول مباراة لعبها مع نادي الزمالك أمام الأوليمبي في الدوري العام المصري موسم 1971، 50 سنة كورة مع نادي الزمالك. كابتن فاروق جعفر يمكن ناس دلوقتي تختلف معاه وتتفق معاه على آرائه وكلامه، لكن مفيش حد يختلف عليه أبدا إن هو واحد من أساطير الكرة في مصر، واحد من أشهر الأسامي اللي متواجدة في الكرة المصرية. دايما كنا نقول حسن شحاتة وفاروق جعفر، فاروق جعفر وحسن شحاتة. كنا بنقول في الأهلي محمود الخطيب. كنا بدأت الأسامي الفترة الأخيرة مع أجيال مختلفة، لكن اللي صنعوا الشعبية وصنعوا يعني إيه أسطورة في كرة القدم، واحد منهم أكيد اللي يتعدوا على الصوابع كابتن فاروق جعفر، اللي في مرحلة السبعينات كان دايما هو أحسن لاعب كرة في مصر، بل من أحسن لعيبة القارة السمراء. لا يختلف عليه أحد أبدا إنه واحد من أفضل، إذا ما كانش أفضل لاعب خط نص جه في تاريخ الكرة المصرية. ملوش حل، كل حاجة، رغم عدم طول القامة لكن كان من أفضل الناس تلعب بضربات الرأس، رجله اليمين والشمال شغالة، ترقيص، السروهات، كان من أفضل الناس اللي توصل المهاجمين للمرمى. لعيب أسطوري بمعنى الكلمة. أنا تشرفت أن أول تواجدي في نادي الزمالك كان مدربي هو الكابتن فاروق جعفر، وكان طبعا مع الكابتن أحمد عبد الحليم. أول واحد اختارني وفي الاختبارات ومن أول لمسة وخلاني أمضي على الاستمارات وأكون لاعب في نادي الزمالك هو كابتن فاروق جعفر. سافرنا يوغوسلافيا، كنت متأيد في نادي تاني، أول واحد أصر على وجودي رغم أن المبلغ المطلوب فيا كان مبلغ كبير جدا، وده برضو بيدل على العين اللي بتختار، وإن والإصرار والحب الموهبة. كان من المدربين أيضا اللي بيحبوا المواهب جدا جدا، لأنه كان موهوب وموهوب كبير جدا جدا. 50 سنة كورة مع ملك النص كابتن فاروق جعفر. كابتن فاروق الخير يا دوتشك. لا بجد والله، يعني متشكرين. ناس كتير ما تعرفش تشك. يعني ايه الاجيال اللي هي موجوده دلوقتي، للاسف انتوا اجيالكم ما فيهاش ماتشات كتير الحياه كانتش كده يعني. ما شاء الله دلوقتي الحياه والدنيا اتغيرت خالص. يعني كابتن 50 سنه كوره. يعني متشكرين اولا، طبعا بشكر كل القناه وكل زمايلي في القناه، وبشكرك طبعا، وبشكر طبعا رئيس القناة وكل اللي المقيمين على القناة. طبعا التقرير حاجة تشرف يعني. جمهور الزمالك يا كابتن بقى، ونتكلم طبعا على مشوارك في الكورة اللي بدأ في المنيرة. احكي لي كده مشوار قبل ما نروح لتقرير مهم. انا بدأت الكورة كنت صغير يعني، وبدأت في الحارة بقى عندنا قبل ما نتنقل في شارع وكده. كنت من عيلة متوسطة المستوى كابتن؟ لا، أقل. عيلة أقل من المتوسط؟ طبعا. كنت كم أخ وأخت كابتن؟ إحنا كنا 11 أخ وأخت. 11 أخ وأخت؟ كنا 13، وبعدين توفى يعني هم صغيرين وبقينا 11 غير أمي وأبويا بقى، يعني إحنا 13. كنتوا عايشين في بيت واحد؟ كلكم؟ بيت كان مساحته قد إيه مثلا؟ يعني أوضتين وصالة كده يعني. أوضتين وصالة حوالي 13 واحد؟ بالأب والأم. يعني كنت مثلا في الاوضه بتقعد انت وقد ايه انت احنا الصبيان لوحدينا بنقعد لوحدينا حوالي كام؟ 7 مثلا؟ احنا 5 صبيان والبنات 6، في 5 في الاوضه. بالظبط كده. وكان مفيش حد كان لعيب كوره فيهم يا كابتن؟ كان ليا اخ، كلهم كانوا بيلعبوا كوره، لكن كان ليا اخويا الله يرحمه احمد. كان لعيب كوره، كان يمكن انا اتعلمت منه حاجات كتير. احمد جعفر كان لعيب كوره كويس جدا. لكن انت عارف الواحد لما بيلعب كوره بقى يبتدي يحافظ على نفسه وعلى صحته. هو قدامي ما كانتش عنده. لكن انت الوحيد اللي دخلت المجال وكملت فيه. وهو كان بيلعب على فكره، كان بدا احمد اخويا يلعب في نادي الزمالك، وكان وبعدين راح التجنيد بقى، كان اياميها الحرب، فجند بقى كان بيجي بقى كل شهرين ثلاثه لغايه ما بعد عن الكوره خالص. ده اخويا كان لعيب قوي، رغم كل اخواتي لعبوا كوره. عندي اخويا الاكبر مني على طول سمير كان بيلعب كوره، ووصل وكان بيلعب عندنا في النادي لغايه مرحله معينه، وبعد كده راح شويه للكوره واهتم شويه للدراسه، وكانت امي بقى بتضغط علينا الدراسه امام الكوره، وكان عذاب بقى. وعايز انا بقى كلنا بقى ال 11 واحده يبقوا متعلمين.
اخواتي البنات واخواتي الصبيان. موضوع تاني خالص بقى. بس انت كابتن كنت نقطة تحول في اسرتك. طبعا. صح؟ طبعا. يعني انت من مرحلة مش عايز اقول الفقر، يعني مرحلة اقل من المتوسط، كنت انت نقطة تحول في حياته. كنت طبعا اكيد. يعني انا الحمد لله يعني بدأت وانا صغير، يعني بقت شريك ابويا في البيت يعني. والله يا كابتن انت عندك كام سنه؟ يعني حوالي 17 سنه. 17 سنه بديت تصرف طبعا. طبعا وتساعد في البيت. طبعا الساعد طبعا ده واجب بقى. ويمكن انا برضك في الجواز اتاخرت شويه في الجواز، ان انا كنت لازم تجوز اخواتك اخواتي البنات يتجوزوا. طبعا طبعا. كان يعني الحمد لله يعني الواحد بيبقى بيتشرف بكده. يعني انت وانت نجم وكده ما كنتش متجوز؟ اتجوزت سنه 78. 78. كنت نجم مصر ساعتها. 78 دي انت خدت احسن لاعب كره في مصر. انا قعدت اخد احسن لاعب كره في مصر. كنت النهارده بقى اتكلم بصراحه بقى شويه. من سنه 70 لغايه سنه 78. ماليش منافس. لكن كان في اثنين لعيبه. كابتن خطيب موجود معاك؟ كان كابتن خطيب موجود، وكابتن علي بجراشة موجود، وكابتن حسن شحاته موجود، كابتن طه بسري موجود. كنت دايما انت احسن لاعب في مصر. طبعا. في اختيارات كل الجرايد. وكان الاعلام، ويعني بدانا سنه 78 الاعلام كنت انا باخد احسن لاعب. جينا سنه 78 قالوا لا هنعمل الجايزه هندخل النقاط فيها، يبقى الجماهير ونقاط. عشان احنا كنا بناخد الجايزه من النقاط. مش من الجماهير. فراحوا مدخلين الجماهير معانا في 78. فانا خدت النقاط والخطيب خد الجماهير. دي سنه 78. لكن كان السنه دي انا فاكر انت يعني على ما اتذكر وجرايد اللي انا كنت براه كنت انت احسن لاعب، كنت احسن مقدم احسن موسم. يعني سنه 78 فعلا 77 78 بالظبط يمكن من افضل المواسم، وخصوصا مع المنتخب. صحيح. يعني رغم ان احنا خدنا الدوري العام سنتها، لكن من افضل المواسم مع منتخب مصر. يعني دي المباراه دي ان كان الفتره دي في مجموعه من اللعيبه كان عندهم اصابات، كان الخطيب عنده اصابه، حسن شحاته عنده اصابه، علي بوجريشا كان يعني ما كانش في حالته الفنيه، وعلي بوجريشا ده من اعظم اللعيبه اللي جت. انت كنت دايما بتقول لي ده مثلك الاعلى، ده بحبه جدا وشايفه. انا مثل الاعلى حماده امام. حماده امام والله كابتن. طول عمرك. انا كابتن حماده هو اللي خلاني، هو ربطني بنادي الزمالك. كابتن حماده امام كنا احنا ساكنين البيت اللي احنا كنا ساكنين فيه الاتحاد، كان كابتن حماده اسره حماده امام، اسره زيد دي ساكنه واخدين عمارتين او بيتين جنب بعض في المنيره. في المنيره. شارع اسمه المريس. واحنا واخدين ساكنين احنا في جنبيهم بقى في في البيت بقى. هم عندهم يعني عيله كويسه و امكانياتها كويسه، عندهم املاك. عيله عندها املاك. عيله والدته. كانت عيله يعني عندهم حاجه قيمه جدا في الشارع ده. واحنا كنا ساكنين جنبيهم في البيت جنبيهم. كابتن حماده هو اللي ربطني بالنادي. رغم ان انا روحت النادي، لكن انا كان النادي مشوار عليا، وبعدين معيش فلوس اروح وارجع. فكنت بمشي وببقى هلكان، وباجي من نادي الزمالك لغايه المنيره. ممكن تقول مش عايز اروح تاني وحاجات كده. اكيد كنت طبعا ببقى ماشي، مثلا انا معايا حد زمايلي او اتنين زمايلي ماشيين على رجلين، ظروفنا الماديه ما تسمحش. اللي كان بيوديني ويجيبني معاه كابتن حمد امام. كان عنده عربيه الفيه دي الباب العكس. ايوه عكس. كنت بقعد معاه وبياخدني وانا رايح، ما بشوفهش وانا يعني واحنا رايحين النادي، انا بطلع من المدرسه على النادي برجع، هو كان يستناني. يستناك ويوصلك البيت. يوصلني لغايه ما احنا جنبينا بقى. بالظبط. ما كانش في جراج بيحط عربيه تحت بيته. كنت لسه عندك 15 16 سنه؟ 14 سنه. 14 سنه. ربطني بالنادي كابتن حماده. وبعدين كان يسال بقى، فانا يقول لي عملت ايه امبارح؟ فاقول له كويس وبتاع، يقول لي انت ما جيتش امبارح؟ فاقول له كان متابعني. يعني ساعات كابتن ما كنتش بتروح عشان معكش فلوس؟ طبعا. والله؟ والله مش بهزر. انا فاكر مره كابتن قلت لي رحت لعبت ماتش منتخب مصر ورجعت في الاتوبيس. اتوبيس نقل عام. والناس واحد شافك صح. قال لك واحد شافك قال لك مش انت اللي كنت بتلعب في الماتش؟ قال لا انا كنا مصر بتلعب كينيا في ملعب نادي الزمالك. كينيا. تصفيات افريقيا. والمهم انا جبت جول، هو كسبنا الجول ده وجبته 1-0. 1-0. كان عندك 17 طب. كنت في ثانيه ثانوي في الثانويه الرياضيه. كنت انا وعبد العزيز عبد الشافي على فكره، يعني احنا كنا صغيرين جدا وكنا في الثانويه الرياضيه. كنا لعيبه دوليين انا وعبد العزيز. ف
جبت الجول ورحت بقى ركبت وقفت على محطه الاتوبيس، خرجت من باب اللي وراه من النادي ده اللي عند المساكن اللي موجوده في في ظهر النادي، وخرجت ورحت على محطه الاتوبيس اللي عند المخبز دي. جه الاتوبيس 174 ركبت. فمش زحمه بقى، كان الاتوبيسات مش زحمه زي دلوقتي. فطلعت قعدت وكان الجو برد، رحت طالع قاعد على في الاخر الاتوبيس فيه حته بتاع الموتور دي. ايوه عارفها. فقعدت عليها اللي هي جنبيها الكنبه. ايوه ورحت قاعد على الحته دي. فما قعدت على المكان، الراجل الكمسار كل شويه يجي يبص لي ويمشي، وبعدين يجيب واحد يساله ويمشي. فوصلنا عند ميدان الدقي، وماتش كان مذاع في التلفزيون. وصلنا عند ميدان الدقي، فلقيت الراجل الكمساري طبعا الراجل قال له ده فاروق. فقال لي تعالى ده انا لو تسمح انا عايزك. قلت له ده انا قاعد ومدفي والحته دفى. فقلت له في ايه؟ قال لي تعالى. فبقى شوف بقى الادب بقى المصري، الانسان المصري، هو اللي بيسوق الاتوبيس سلموا عليا وراح مخليني قاعد قعدت ورا السواق، يعني خدني درجه اولى اللي هو يعني بيكرمك يعني طبعا عشان انت لاعب منتخب مصر، ودي تفرق معايا طبعا. وبعدين بقى الاجمل حاجه ان دخلني الشارع بتاعنا اللي هو شارع الماردي، الاتوبيس ده دخل يعني كان بيقف في محطه معينه، لا دخلك لغايه بيتك. الاتوبيس ده بقى يقف في شارع المبتدئه. فدخلني لغايه الشارع بتاعنا. ونزلت هناك انا حاجه دي طبعا حسيت بالتقدير طبعا طبعا. فحاجات في حاجات انت بتقابلها كتير قوي، يعني مثلا ممكن انت تبقى بتفكر في حاجه ان انت عايز تعمل، يعني مثلا لو انا مثلا ما عنديش الجلد وان انا اكون مثلا قوي وشخصيتي وابقى انا مصمم ان انا ابقى لاعب كوره كنت بطلت كوره، يعني ما كنتش هستحمل المشاوير دي. تاني حاجه ظروفي الماديه، مفيش فلوس. تالت حاجه ما عنديش لبس كوره. كنت ممكن كمان كابتن ما بتاكلش كابتن، كنت برجع بقى البيت اكل بس طبعا. يعني قصدي ممكن تقعد بسبع ثمان ساعات ما انا من ساعه ما بصحى لغايه ما برجع النادي من النادي. ترجع 9 بالليل مثلا؟ برجع 9 ونص 10 بالليل. وانام وانام واقوم الصبح اروح المدرسه، دي كانت حياتي. يعني وبلعب بقى في المدرسه. ما كانش بقى الامكانيات الماديه ما كانتش الحمد لله يعني. المهم كنت باجي بقى في اوقات ما بقدرش اروح النادي، يعني امكانياتي ما تسمحش. فدي بقى بدات اتكلم مع النادي، الناس مش مقتنعه ان انا جسمي وامكانياتي مش ممكن هبقى لعيب كوره. كان عندنا بصراحه يعني انا مريت على مجموعه من المدربين كان ليا الشرف يعني الله يرحمهم ان هم ضربوني، كابتن حماده الشرقاوي، كابتن زكي عثمان، كابتن رأفت عطيه، وكابتن رأفت عطيه ليه يعني بصمه معايا كبيره جدا في حياتي طبعا، وكابتن زكي عثمان، كابتن علي شرف، كابتن حماده الشرقاوي، وكابتن هلال قدري، مجموعه من المدربين. مين المنتخب بقى؟ الكابتن المنتخب انا اول ما رحت المنتخب كان كرامر. كرامر ماسك المنتخب. وكرامر لما انا رحت المنتخب هو شاف فيا ان انا حاجه كويسه، انا ما كنتش بلعب في نص الملعب. ده والله يا كابتن؟ والله كنت بلعب باك رايت. بتكلم جد يا كابتن؟ والله بتكلم جد. يعني اول مره يعني بتلعب في الزمالك وبتلعب باك رايت؟ انا ما كنتش لسه بقى لعبت في الزمالك، انا كنت بلعب في الناشئين باك رايت. مهاجم. مهاجم. اما طلعت كنت بلعب على السن اللي اكبر مني. اللي هو ال 18 سنه كانوا اكبر مني، كنت بلعب باك رايت. باك رايت؟ باك رايت. غريبه دي. وما لعبت مع كرامر كنت بلعب، ما خدوني في المنتخب اكمل التقسيمه والعب، رحت باك رايت. كانوا اعتقد زمان كنت لعبوا كابتن 4 3 3. كان هي على فكره 4 3 3 صح كده؟ ام الطرق هي 4 3 3. مشتقاتها بقى كل اللي احنا بنقوله بالظبط هو دي بقى، لكن اساسي الاربعه اللي انت تملى تملى ال 11 كل واحد بيملى مكان 11 مكان في الملعب ب 4 3 3 صح. يعني وينج ليفت وينج رايت اي حاجه هتلعب فيها غير كده وهاف رايت وهاف ليفت كان دايما كده احنا اي حته هتلعب فيها غير 4 3 3 هتلاقي فيه مساحات فاضيه صح. فهي ام الطرق هي 4 3 3. وعلى فكره ما كانش اتنين سرد باكات، كان ليبرو سرد باك، واحد ورا واحد قدام واحد ورا. كان زمان الكوره في مصر كان ثلاثه مش عارف ثلاثه، وكان مهاجمين خمسه ثلاثه ورا واثنين وخمس مهاجمين، كان زمان الكوره زمان في الخمسينات. كاس العالم اتلعب، احنا وعينا على كاس العالم. مثلا كنت اتفرجت على كاس العالم 70، كنت ابقى عيل صغير بتفرج على كاس العالم، كان بيلعب كل بداوا كله ب 4 3 3 كان بتاع بيلي ده. كل العالم بيلعب ب 4 3 3، وحتى لو مسكتها في اي محاضره في اي على التاتش سكرين اي حاجه هتلاقي ال 11 مكان هم المليانين. ودايما كان بيقول لك احسن وينج رايت في العالم، مش عارف يقول لك دي ستيفانو وخنتو وما اعرفش حاجه كده. كان احسن وينج رايت وينج رايت كان دي ستيفانو صانع العاب. بالظبط. وكان بوشكاش
سنتر فيرود وكان خنته وينج ليفت بس مش عارف بقى مش فاكر كان ده كنا بنسمع بقى بليه مش عارف دي ماريا مش فاكر ولا مش يعني مش فاكر لا كان اسامي كابتن كان دايما يقول لك ايه ده وينج رايت ما جاش جارينشا كمان وكان اسمه ايه كان وينج جارينشا بقى انت كلمت جارينشا انت هنتكلم على البرازيل بقى بالظبط روح البرازيل بليه وجارينشا وكارلوس البرتو كان مجموعه لعيبه جامده جدا جدا يعني فانا يعني كان دي الطرق المهم ما رحت راح قال لي مستر كرامر جالي في الاوضه رحت كنا كان معسكر المنتخب في المدرج بتاع نادي الزمالك معسكر المنتخب مدرج نادي الزمالك في مدرج نادي الزمالك اللي هي المقصوره بتاعه نادي الزمالك كان عنبرين عنبر يمين وعنبر اللي هما كانوا قاعه كبار الزوار دي تهدد دي شالت كل ده الشال كان بيحط فيهم وفي الاوضه بتاعه المدير مدير المنتخب وكان مدير المنتخب في التوقيت ده سيادة اللواء هفتكر اسمه هو كان مسؤول عن المنتخب وكان مدير الاتحاد ايامية كان كابتن حلمي موجود في النادي وكان سكرتير عام اتحاد الكورة كان في الأستاذ حسن السادة كان عندنا مجموعة من الناس بقى التقال كان الوزير مش مهم كابتن يعني الاسامي يعني ما تفتكر قول لي لا يعني كان ناس ناس يعني طبعا تتكلم في زمن بعيد قوي كان بقى المدرج ما بنشتغل او بنلعب انت بقى قاعد في برد وقاعد ما فيش امكانيات وعايز تاكل هتروح تاكل عند ابو ظريفه فول وطعميه بس كانت احلى ايام يا كابتن طبعا طبعا صح؟ طبعا هي دي بقى الايام اللي انت بتثبت بقى ان انت ليك طموح وعندك جلد ان انت توصل للهدف اللي انت عايزه كان محمد احمد رئيس اتحاد الكوره فعلا كان سعد مأمون كان محافظ القاهره وكان كمان رئيس اتحاد الكوره يعني كان مجموعه جامده جدا المهم بعد كده عملوا لنا بقى وجبات جوه النادي دي كانت اول مره بقى لا الاول كنا بنروح ناكل في نادي طلعت حرب جنب النادي ما كانش لسه في مباني ما بينكم صح ما كنت كنا الزرع بقى الحته دي كانت كلها زرع لغايه طلعت كنا بنروح نادي طلعت حرب ناكل وبعد كده بقى عملوا لنا المطعم في نادي الزمالك بقى المنتخب اول مرتب خدته يا كابتن او اول مكافاه او اول فلوس مسكتها وكنت فرحان قوي يعني مش مصدق ان الفلوس دي معاك لا مش مصدق ان الفلوس دي معايا ولا اول فلوس خدتها اقول لي بس يعني لا يعني تعرف انت كنت بتمر بمرحله صعبه ومش لاقي فلوس وبتروح حتى وانت نجم وبتلعب منتخب بتركب الاوتوبيس ويوصلك وما اعرفش ايه ولا فكره بقى ان انت معاك مسكت فلوس اول مره في حياتك يعني اول مره تلعب حياتك تمسك فلوس اول مره تجيب عربيه يعني الحاجات دي فاكرها انا اول مره جبت عربيه اشتريت عربيه بتاعت كابتن ياكن حسين كان عنده عربيه بولكس والله دي اول عربيه في حياتي والعربيه دي كنت عمري ما بركبها لوحدي لازم يبقى معايا واحد عشان اول موقف بتعطل فلازم نزق فلازم يبقى حد راكب معايا لا يمكن اركبها لوحدي فلازم حد يبقى بيزق معايا اتنين صحابي ثلاثه وكده وكنا نزق العربيه دي اول عربيه جبتها من الكابتن ياكن ب 750 جنيه 750 جنيه كاش ولا كان كان لا بالقسط بقى بالقسط لا كاش لا ما كانش فيه كاش بقى كانت العربيه الجديده اياميها بكام يا كابتن ب 1000 1500 كان عربيه اجدد كان احدث حاجه موجوده كان 128 كان بحوالي 1300 جنيه 1300 جنيه تقريبا قعدت فتره كمان 1300 جنيه هي دي كان بالحجز كمان دي كانت اغلى كان عربيه شركه النصر اعتقد بالظبط كانت اغلى عربيه موجوده خدت كام بقى كابتن اكبر مبلغ مسكته في ايدك وانت صغير كده اكتر مبلغ مسكته في ايدي كنت بعد مباراه الاهلي والزمالك اللي جبت فيها جول بتاعه مروان كابتن مروان شوت جبت المهم جبت الهدف هدف الفوز واتلغى الماتش بعديها ما انا عارف فرحت المستشفى وكده وبعد المستشفى بيومين حد جانا النادي فكان عم السراج بتاع التليفونات ده عارفه طبعا لقيت جايب واحد كده شيك قوي وداخل تسلم عليا عند اوضه اللبس اتسلمت عليه قال لي انا اخويا الاستاذ فريد عايز يشوفك اخويا الاستاذ فريد عايز يشوفك مين؟ ما انا ما اعرفش اسمه ده ما اعرفوش ده مين تمام قلت له فريد قال لي الاستاذ فريد الأطرش فريد الأطرش لا كان اخو فريد الأطرش فؤاد ده فؤاد الأطرش اخو الفنان فريد الأطرش كان زملكاوي جدا انا جدا هما زملكاوي وبعدين فقال لي ده هو عايز يتشرف يعني قعدت اتردد اروح ما اروحش فبصراحه كده سالت كابتن رافت عطيه قلت له كابتن دلوقتي قال لي روح
قلت له يا كابتن، قال لي انا عارفه، وقال لي انا عارفه ده كبير ساعتها. مين؟ كابتن رأفت؟ فريد الأطرش طبعا. كان هو انت كنت بتردد ليه؟ خايف ليه؟ ده يعني ده مغني، ما انا ما اعرفش ده يعني ما اعرفوش اللي هياخدني في العربيه وهنمشي. فانت خايف هيكون بيضحك عليك. فقلت للكابتن، لقيت الكابتن رأفت عطيه الله يرحمه عارفه وسلم عليه وباسه وكده. قال له لا ده اخوه فعلا. وقال لي رحت، كنت اول مره بقى امسك 100 جنيه والله. فريد الأطرش اول واحد يديك 100 جنيه في حياتك؟ في حياتي دي كان اول مره. عملت بيها يا كابتن؟ اديتها لامي والله العظيم. كلها يا كابتن اديتها لامك؟ عشان كده ربنا بيكرمك. الحمد لله يعني، الحمد لله الواحد كل ما بديتها الحاجات دي. مامتك قالت لك ايه بقى؟ بعد تقول لي بقى جيبها منين، وبعد دخلتني في موضوع تاني خالص. انت سرقتهم بقى ولا يعني ايه 100 جنيه؟ انت انا ابويا بيقبض 17 جنيه ولا 16 جنيه، واحنا بقى شله في عايشه معاه يعني 100 جنيه كان مبلغ حاجه عاليه جدا. وهي كانت مهتمه بفكره ان انت تدرس والكوره دي بهدله واي طبعًا كلام طبعا وبتاع. وبعدين هي كمان ما خد الفلوس. هي ما صرفتهمش يعني، هي خدت الفلوس ومش مطمنه ان الفلوس دي ممكن اكون انا جايبها من الكوره، فسابتهم على جنب. هي بقت زياده الحرب عليا في الكوره بسبب دي بقى، بسبب 100 جنيه دي. امي بقى بس مع الوقت اختي بقى الكبيره كانت اتجوزت فراحت العباسيه، فبقت امي بقى بتضغط عليا، وانا كنت في الثانويه الرياضيه. بقت تضغط عليا. كنت انت وكابتن محمود الخطيب اعتقد؟ كنت انا والخطيب عبد العزيز عبد الشافي وغنم سلطان والخواجه وحسن درويش الله يرحمه والصباغ وماجد ابو العز، كان عندنا لعيبه جامده. كل دول كنتوا شله واحده؟ كلنا مدرسه وجيل واحد يعني، كلنا كنا حبايب، ما كانش في حاجه اسمها جوه المدرسه اهلي وزمالك، كلنا طلبه، كلنا ملتزمين، كلنا اولاد البلد، اولاد مصر، كلنا لغايه يعني. ما اتجوزت يا كابتن كنت في المنيره؟ يعني ما نقلتش؟ نقلت سنه لا انا اتنقلت نقله تانية بقى. ايه بقى احكي لي. يعني مثلا كنت ساكن في المنيره مع امي واخواتي وجي توفيق بيه الخشن الله يرحمه رئيس النادي وقال لي انا عايزك. قلت له طيب. انا كنت طالب سلفه من النادي وعيطت ان ما ادونيش السلفه ادوا لي السلفه، لكن عيطت بقى ان ازاي انا ما ادونيش يعني ان انا لعيب كبير وزي يعني. ما وانا بقى واخد النادي اللي هو الواجهه اللي انا البيت عند امي. امي عايزه بقى الدراسه وانا عايز بلعب بقى ولا اشوف الكوره ودتني مدرسه والكوره بتصرف عليا يعني عايز تثبت لها يعني بالظبط ان انت ناجح وان انت الكوره دي حاجه مهمه. بالظبط. فجينا سنه 73 كده كنا بنلعب الاسماعيلي في ملعب نادي الزمالك. كان حسن مختار الله يرحمه واقف ده وقت الحرب ده. جبت فيه هدفين حاجه. الملعب كان مليان مليان. الملعب ده والله العظيم بجد بيتهز. بعد ما خرجنا من الملعب كابتن زكي عثمان كان موجود معنا. كابتن زكي قاعد يقول لي ما تخرجش دلوقتي. ايه ما اخرجش دلوقتي؟ ايه يعني انت انا ما اخرجش ليه دلوقتي بقى؟ قال لي اسمع كلام وقعد زعالي. فضلت قاعد في الاوضه وانا قاعد لقيت خرجوني. قعدت في الاوضه بره اوضه اللبس. وبعد لقيت رئيس النادي توفيق الخشن. توفيق الخشن جاي يقول لك ايه بقى؟ قال لي انا انت ابني وطبطب عليا وكده وقال لي انا هديك حاجه تستاهلها وانت يعني الكلام ده بيأثر فيا بصراحه يعني. قال لك ايه بقى؟ يعني اداني شقه بقى طبعا في الزمالك. في الزمالك؟ والزمالك ده كان يعني بص اداني حلم. شقه اداني شقه في الزمالك اربع اوض وصاله ريسبشن كبير. فاكرها فين يا كابتن بالظبط؟ طبعا 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 طبعا. فين بالظبط يا كابتن؟ في جنب بيت سفير امريكي يعني، في جنب قدام مدرسه بورسعيد في العماره. تعتبر على النيل؟ لا مش على النيل، في الشارع جوه. ايوه بس ممكن تشوف لو من فوق تشوف امتداد لشارع جنب مدرسه بورسعيد عارفها بالظبط. كان بورسعيد فيه اتنين قدام بعض بس احنا اللي على الشمال. بس منطقه حلوه بعد اللي هو البرج بتاع احمد ابراهيم ده الله يرحمه. كانت الشقه هناك. اداها لك؟ اداني. ده كان تمليك؟ ده لي الشقه، هم اصحاب البيت. قال لك خدها ليك؟ خدت الشقه. وبعد كده عملت ايه بقى؟ رحت لهم بقى المنير عملت ايه؟ خدت امي واختي بقى الكبيره يقعدوا معايا، اختي بقى اللي هي النمره اتنين يقعدوا معايا، ما انا هاكل واشرب منين؟ يعني.
فعشان ياكلوا. المهم يومين وما لقيتش ولا امي ولا اختي مشوا، رجعوا تاني المنيره. المنيره ما رضوش يعيشوا لا لا في الزمالك خالص، ما قدروش يطلعوا بره المنيره. لا لا خالص خالص ما رضتش. على فكره امي يعني كان كل حاجه انا بحاول اخدها معايا، حتى ما سكنت في ميدان سفنكس، ما رحت سكنت بعد كده في انا جيت لك في سفنكس كتير. في سفنكس وبعدين بعد كده ما جيت، كنت الاول ساكن في جوه المهندسين، ورحت ميدان سفنكس وبعد كده رحت سكنت بقى هنا في 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 في, في الشيخ في 6 اكتوبر بقى. طب تعالوا نروح كده لتقرير عن المنيرة، عاملين لك تقرير مفاجأة كده. والله نروح نتفرج ونرجع نكمل حوارنا مع الكابتن فاروق جعفر، 50 سنة كورة داخل نادي الزمالك. طبعا فاروق اخويا الصغير، راجل خير جدا، جدع، بحب ولاد حتته جدا، خدوم جدا، وبيقف في المواقف اي حد بيطلبه فيها ان شاء الله، ما بيتاخرش على حد، وعمله كتير جدا وخدوم جدا وطيب جدا وجدع، ابن المنيرة وجدع. طبعا فاروق من النوع اي حد بيطلب منه اي خدمة يقف جنبه، بيتاخرش عليه، وخاصة ولاد حتته طول عمره كده، حسب ما تربينا ومنع عودتنا على كده، ان في اي وقت اي حد يطلب منك اي خدمة تقدر تعملها بيتاخرش عليه ابدا. يعني انا اقول له ربنا يوفقك في التحليل الكروي، ودايما تخلي بالك من ولاد حتتك، وربنا يوفقك وييسر لك امورك ان شاء الله. هو عمي ربنا يكرمه وربنا يديله الصحه، وكل سنه وهو طيب خير وما بيسيبش حد، وربنا يكرمه. موقف حلو بقى اللي في العيله بتفتكروها مع كابتن فاروق. هو عمي عامه بيجمعنا في مواسم، وبيجمعنا في اعياد، واي ظروف عمي موجود فيها عمي ربنا يكرمه، ما بيسيبنيش انا شخصيا، عشان انا والدي متوفي، هو يعتبر مكان والدي. ربنا يديله الصحه وربنا يكرمه ونشوف في احسن حال. كابتن فاروق طبعا احنا عشنا مراحل مهمه في حياته اللي هو كان فيها لعيب كوره، وانت عارف ان فاروق كان من اهم لعيبه جت في جمهوريه مصر العربيه، اهم لعيب يعني مش هنقول من اهم لعيبه، هو اهم لعيب جه، ومن اهم اللعيبه اللي حققت انجازات في الكرة المصرية. هو مثلا كان من احسن، حصل على احسن لعيب يمكن 9 سنوات متتالية، ودي صعب ان لعيب مصري يكررها يعني. غير البطولات بقى اللي شارك فيها، جبل نادي الزمالك، بطولات امم افريقية كتير يعني، ليه صولات وجولات كبيرة جدا في مجال عالم اللعب يعني، بالاضافة للتدريب. كابتن فاروق اولا يعتبر اخويا الكبير يعني، واحد من افضل اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر يعني، ملك النص، وزي ما انت قلت احنا اولاد حي واحد ومنطقه واحده. هو طبعا اكبر مني في السن حاجه بسيطه يعني، يعني العلاقه من 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 زمان جدا يعني. الحاج والده الله يرحمه، الحاج فؤاد جعفر، والدته واخواته مع خلاني واخواتي، و يعني متربيين مع بعض من الصغر، فهو اخويا الكبير، ف يعني عشره طويله جدا، وما زال لغايه الان نتقابل على طول، وهو ما بيبعدش عن المنيره، ونفس الشيء انا يعني. فهو تاريخ كبير، وربنا يديله الصحه ويوفقه دايما يعني. احنا اتولدنا هنا، لقينا الكابتن فاروق جعفر ده هو كابتننا الكبير، في ما اتفرجنا عليه من ايام الكره الشراب لحد ما راح نادي الزمالك، وكان من احسن لعيبه مصر، وعلى فكره من هو صغير يعني 16 سنه وهو ما شاء الله في المنتخبات، واحنا متابعينه. وطبعا بعد كده بعد مرحله الكوره، ان هو طبعا بفضل الله تعالى كان من احسن لعيبه كوره في مصر موجوده في المكان ده، يمكن لحد دلوقتي ما شفناش صانع لعب زي كابتن فاروق جعفر. حتى كان في جيل العمالقه هو كان مميز فيهم، بعض الانديه الثانيه كان فيها لعيبه كبار زيه، لكن هو ما شاء الله من صغره هو سابق كل الناس ديت، حتى او اصغر لاعب لعب منتخب مصر يعني في مصر كلها يمكن هو كابتن فاروق جعفر. طبعا احنا عصرناه بعد كده عشان احنا في مجال التدريب، عصرنا الكابتن فاروق جعفر بقى بعد ما بطل كوره في المنتخب، في تدريب المنتخب وتدريب الشيبين وتدريب الاسماعيليه وتدريب يعني ما شاء الله تبارك الله جرب اكتر من نادي، نهايه بالفريق الجيش. ذكرياتي هو كان معايا في ابتدائي اساسا، احنا كنا مع بعض في فصل واحد في ابتدائي من الابتدائي، وكان من الناس اللي هي كانت من النبغه، كانت في المدرسة، وبعد كده المنطقة. وهو أولا هو كابتن كبير، أنا أولا أهلاوي وأهلاوي متعصب، بس
مطوشة، المطوشة اللي كان يلعب فيها كابتن فاروق في أي مكان كنت ببقى متواجد فيها بره أهل منطقته أولا، ومفيش حد يطلب منه خدمة إلا لما لازم يلبيها له. كابتن فاروق ده مهما الواحد يتكلم عنه مش هيوفي له حقه. أولا نحب نقول له كل سنة طيب يا كابتن فاروق، يا نجم مصر، يا ملك النص، يا كل حاجة حلوة في المنيرة. أنت تعتبر هرم من أهرامات، مش هرم من المنيرة بس، هرم من أهرامات مصر. ربنا يديله الصحة طول العمر ويبارك فيه وفي صحته. هل ما زلت على اتصال مع كابتن فاروق؟ كابتن فاروق ما بيسيبناش. كابتن فاروق يعني يمكن كل أسبوع لازم يجي المنطقة ويقعد معانا ونضحك ونتكلم وناكل مع بعض، ويعني راجل فوق الوصف، يعني فوق الخيال. وبر بأهله وبر بأهل منطقته وخدوم، يعني حاجة بسم الله ما شاء الله عليه، يعني ربنا يزيده. يعني فاروق جعفر أسطورة الكرة المصرية، مفيش خط نص جه زي فاروق جعفر. فاروق جعفر طيبة، أدب، ربنا يكرمه، بيساعد الناس. فاروق جعفر بر بابوه وامه الله يرحمه، جه من أمريكا، من أمريكا قعد كان في حظر تجوال الصوان بتاع والده، قعد 3 أيام في الشارع، الناس كلها بتحبه. أنا أحب أتكلم مع كابتن فاروق جعفر ملك خط النص، ابن حتتي. كابتن فاروق جعفر محبتي لابن حتتي ملك خط النص، أهلاويتي ما تمحيش محبتي لكابتن فاروق جعفر ملك خط النص. أحسن من أنا جابته الكرة المصرية في خط النص على لساني أنا وأنا أهلاوي، ولا للتعصب ما بين الأهلي والزمالك. تقول له يا كابتن فاروق كل سنة وهو حضرته طيب. أبو أحمد ده غالي علينا كلنا، كلنا بنحبه، كلنا بندعي له وربنا يديله الصحة ويديله طولة العمر. كابتن فاروق ده ملك خط النص. كابتن فاروق ذكريات جميلة. طبعا طبعا. انت احنا بره الهوا بتقول لي انا لازم كل اسبوع اروح مرتين. حريص على التواجد هناك. طبعا طبعا. حتتي حتتي بقى اللي عارفيني بس في ناس بيسيبوا مثلا حتتهم وخلاص الموضوع بينتهي، يعني ما ترجع بقى انت لشخصيتك انت تفتكر المكان دي والحته اللي تربيت فيها وخير المكان ده عليك وتاريخك وانت صغير وكبرته. صحيح. اتغير المنيره اتغيرت عن زمان يا كابتن؟ كتير. لا والله. والله. اللي اتغير فيها؟ اتغير الشباب، نوعيه الشباب اتغيرت، الحوارات، حتى الكافيهات الموجوده، القهاوي بقى اتغيرت، بقت حاجه تانيه. المنيره بقت عباره عن، كان زمان المنيره دي حته هاديه جدا، يعني كانش كنا هادية. بنلعب كانت هاديه كنا بنلعب. مش منطقه شعبيه يعني؟ لا منطقه شعبيه. بس كان في فتره ان المنيره كان عباره عن مدارس، مستشفيات، حاجات حكوميه. ما كانش في سكن كتير يعني. السكن كتير بس في منطقه محدوده. في منطقه اللي احنا كنا ساكنين فيها. لكن كان في مستشفى بوريشه، مستشفى القصر العيني. القصر العيني كان القديم والجديد، هو الفرنساوي والقديم. كان في معهد السكر، كان في مثل نقابه الاطباء، كان في كليه تجاره عين شمس اللي هي دلوقتي مع التعاون. كل ده في المنيره. وزاره الصحه برضك تبع الحته بتاعت سعد زغلول دي، تعتبر في المنيره. مجلس الوزراء ده يعتبر في، نعم، منطقه حيويه قوي طبعا. مجلس الوزراء ده يعتبر في هو وزاره الداخليه، وطبعا يعتبروا في الزغل، لكن برضك قريبين جدا يعني من المنيره. كميه المدارس سواء المصريه او الاجنبيه موجوده هناك. فانا يعني الحته طبعا بتشرف اي واحد، وكان انا شخصيا يعني اسعد وقتي بقضيه يعني بعد وفاه. طبعا البيت عندنا خف خالص عدد الوفيات، يعني احنا يعني ربنا يديهم طول العمر اخواتي، احنا 5 عايشين. 5 من 11؟ 6 توفوا من الله؟ 3 صبيان و3 بنات. واحنا بنحاول بنجمع بيجوا عندي البيت او بروح البيت بتاع امي على طول. لازم لسه موجود طبعا طبعا بيت طبعًا. الوالده ولسه موجود طبعًا وبتروحوا طبعًا. تروح تقعد على القهوه بقى هناك؟ مش بقعد على القهوه. لا إيه؟ مش بقعد على القهوه. ما بتتجمعوا فين يا كابتن؟ بقعد بنقعد في مكان كده. انا عمري ما قعدت على القهوه، يعني بقعد في مكان جنب بعيد شويه على القهوه يعني. بقعد كده جنب المحلات بتاعت اخواتي وكده، وبقعد هناك يعني انا واصحابي. اخواتك عندهم محلات يا كابتن؟ اخويا محمد بيشتغلوا في ايه بقى؟ دلوقتي ما فيش بقى قافلين المحل. احنا المحل زمان يعني كان ايه؟ كنت انا زمان بقى، كنت اول بقى ما مسكت عايز اعمل بقى رجل اعمال. ففتحت حاجه نمبر 4. عملت نمبر 4 بتاع اكل وكده.
لكن ما طبعا ما زي مطعم يعني زي مطعم بس ما حدش متفرغ لي يعني. انا ما كنتش متفرغ اخواتي كان عندي ثلاثه في الجيش في توقيت واحد وسمير اخويا بيدرس معانا يعني فما كناش فاضيين له يعني كان ابويا كبر كمان يعني كنا احنا فاتحين اصلا عشان يبقى ابويا بيشرف عليه وكده ويبقى موجود. ابويا الله يرحمه كبر بقى كان صحيا ما بيقدرش ينزل فالفتره دي بقى فقافلين اول محل ده بقى يعني صحابنا بنقعد حواليه واللي يعني جنبينا ناس محترمة اتعودنا على احنا نوبيين فتعودنا على الشاي النوبي بقى الشاي بالحليب. كابتن أسامة عربي ابن حتتك برضه طبعا ده متربي معايا واحنا اللي فيه صلة قرابة يعني طبعا والله كابتن أسامة عربي الحتة هناك منقسمة بين أهلاوية وزملكاوية كابتن وانت كترت الزملكاوية بسبب وجودك كمان طبعا انا وكابتن حمادة كابتن حمادة ميم بس انا بقى عشان متواجد اكتر وانا بقيت متعصب اكتر كابتن حماده بقى اما كبر شويه مشي بقى من راح المهندسين بالظبط انا بقى موجود وتعصبي وعايز بقى انشر الزملكاويه في في المنطقه والله بجد فكل ما بلاقي حد يجي النادي يطلع على فكره النادي دلوقتي فيه من المنيره ناس كتير قوي من اللعيبه صغيرين يعني اولاد صغيرين كده مواليد 2008 و2009 و2011 و2012 ولاد كتير قوي موجودين. لكن علاقتك بالكابتن اسامه علاقه فيها صله قرابه وايضا ده حبيبي واخويا يعني بس هو اعتقد وانت كان هو لسه صغير شخصيه محترمه جدا 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 اسامه يعني حبيبي صحيح وكان لعيب كبير وبعدين خاله بقى كان حبيبي يعني الله يرحمه كان يعني اكبر مني قد اخويا الكبير لكن كنا احنا كان هو لعيب كوره كويس جدا اتكلم في الكوره كويس كنت اقعد دايما اقعد اتكلم معاه الله يرحمه يعني لسه متوفي قريب لكن اسامه وامين واحمد دولت امين عرابي طبعا اخواتي الصغيرين كان مدرب في النادي الاهلي. طيب نطلع الفاصل ونرجع نكمل حوارنا مع كابتن فاروق جعفر ما زال لدينا الكثير واكيد هنتطرق لمباراه القمه بكره ان شاء الله يلا بينا. وجه كلمة للكابتن فاروق جعفر نجم نادي الزمالك طبعا بمناسبة مرور 50 عام على ان هو لعيب كورة طبعا ومدرب. والله كابتن فاروق من الناس اللي يعتبروا اللعيبة الكبار في نادي الزمالك ومش في الزمالك بصر على مستوى مصر والمنتخب يعني عموما لعيب كبير وكانوا طبعا انا حضرت طبعا من ايام ملك النص يعني انا شايف ان هو يعني احنا عايزين نستفيد تاني اكتر منه. طبعا كابتن فاروق لا غنى عنه التعريف ونقول له ربنا يديك الصحه وطول العمر وخليك لنادي الزمالك وانت نجم كبير وربنا يديك الصحه وطول العمر. اكيد الكابتن فاروق جعفر هو والاستاذ كان مين حسن شحاده دول مثلنا الاعلى في الكره وحبيبه الزمالك كلهم ونتمنى ان كل لعيبه الزمالك يبقى على مستوى قدر منهم. كابتن فاروق جعفر أناسس الكرة المصرية أبرز من لعب في خط وسط نادي الزمالك ومنتخب مصر أصغر لاعب لعب لمنتخب مصر. كابتن فاروق جعفر كل التحية وتقدير ليك ويا رب العمر المديد لحضرتك ونتمنى لك كل السعادة وكل التوفيق. قدم عطاء كبير قوي لنادي الزمالك حقق بطولتين أفريقيتين مهمين 84 و86 وكان هو الكابتن وأول من حمل كأس أفريقيا في نادي الزمالك. كابتن فاروق جعفر ملك النص طبعا وإحنا طبعا هو بيلعب وكان ما شاء الله عليه والزمالك طبعا بيطلع لعيبه ما شاء الله عليهم وعلى مر العصور وربنا يوفقه ان شاء الله وربنا يسهل الحال ان شاء الله. طبعا نحيي كابتن فاروق طبعا مبدئيا وطبعا كابتن فاروق ده رمز كبير من رموز نادي الزمالك ومن الناس اللي عملت شعبيه كبيره لنادي الزمالك والرموز دي لازم يبقى ليها وضع كبير اكبر من كده في البلد وفي النادي. وانا اتمنى ان انا اشوف الكابتن فاروق جعفر تاني مدربا في نادي الزمالك مدير فني لفريق كره القدم نادي الزمالك لان احنا مفتقدين القيمه بتاعه الكابتن فاروق في التدريب لان الكابتن فاروق من بقاله فتره طبعا بعيد عن التدريب فانا شايف ان هو اللي احنا نستفيد منه في الزمالك اكتر ان احنا نشوفه مدير فني للفريق الاول. كابتن فاروق جعفر من الناس الكبار من الكباتن الكبار جدا واللعيبه من الجيل الذهبي لنادي الزمالك. نقول له طبعا الف مبروك عليه ان هو مر 50 سنه على اعتزاله ونتمنى له كل خير وكل صحه ان شاء الله. ده كابتن نادي الزمالك امتع جمهور نادي الزمالك وكابتن من ضمن الكباتن الكبار اللي هم اساسيين في نادي الزمالك وهو ابن السيده زينب
وابن منطقتنا السيدة زينب، وهو من هو طفل وهي السيدة زينب كلها بتتكلم عنه والمنطقة كلها عارفاه ان هو ابن نادي الزمالك وامتعنا كتير. نقول له كل سنة وهو طيب، وهو لاعب قدير وكابتن من الكباتن عمدة نادي الزمالك. هو كان يلعب في النص هو وحسن شحاتة واحمد عبد الحليم، وربنا يوفقه ونتمنى له التوفيق ان شاء الله. في لعبه كان بيعجبك لعبه طبعا؟ لا، فنان في خط النص ماكر، وكان ليه حسابه لما كان يلعب هو وحسن واحمد عبد الحليم. انا حضرتهم لما كانوا يلعبوا هم في النص، فلاعب قدير وكان يصنع ضربه جزاء من تحت الارض يجيبها. الكابتن فاروق جعفر ده كابتن نادي الزمالك، كابتن الزمن الجميل، كابتن مدرسه الفن والهندسه، وما منع الكابتن فاروق جعفر مش هنعرف نديله حقه داخل المستطيل الاخضر وخارجه. حاليا ماسك مستشار فني في نادي الزمالك، ومن من من اعظم الكباتن اللي مرت في عصور نادي الزمالك. بنتشرف فيه دايما في دخوله وخروجه معانا داخل النادي، احترامه وادبه واخلاقه داخل النادي وخارج النادي، داخل المستشفى الاخضر وخارجه. ومهما عملنا وقلنا على الكابتن فاروق مش هنعرف نديله حقه. اولا احنا بنقول ربنا يديك الصحه الاول، ونشكره على اللي هو قدمه لنادي الزمالك، سواء هو لاعب او هو مدير فني او هو حتى يعني كان اداري. تمام، وبنقول له ربنا يديك الصحه وتكمل معانا. ربنا يديك طول عمرك يا كابتن فاروق. ربنا يخليك. يعني تاريخ كبير وتاريخ ناصع. تقول ايه لجمهور الزمالك يا كابتن بعد المشوار الكبير ده، 50 سنه كوره؟ يعني عايز اقول لجمهور الزمالك، وانا اول مره هقول له بقى يعني حاجه، اي حد بيقول ان انا فيا شعره من كل جسمي، من كل يعني من كل حياتي فيا نادي الزمالك. انا زي اي طفل صغير لعبت وبدات، لكن بقعد اقيم الدنيا، نادي الزمالك هو اللي خيره عليا. جماهير نادي الزمالك دي كفايه ما كنت اقعد وانا في المدرج. انا مره عملت حادثه خالد واتقلبت بالعربيه عند كوبري الجامعه. ياه، كان سنه كام يا كابتن؟ سنه 74. ده انت وانت لسه كنت جايب عربيه داتسون اول مره في حياتي. كان اول مره اجيب عربيه، كنت جايبها بالقسط من البنك وكده سنه 74. وركبت العربيه اول مشوار، رحت نادي الزمالك، وانا خارج من نادي الزمالك وراجع عند كوبري الجامعه بقى وانا فرحان بيها، فبجري ما اعرفش العربيه اتقلبت، لقيت نفسي نايم في الشارع على اسعاف خدتني ورحت المستشفى. اما رحت المستشفى رحت القص العيني من ورا. انا يمكن حسيت بقى قيمه الجماهير وقيمه حب الناس ليا في المستشفى ساعتها. الناس كلها جات لك؟ ناس ما فيش من الدنيا، جماهير الزمالك جات لك تحت المستشفى. مش عارف في ايه يعني الجماهير. فانا عايز اقول لجماهير الزمالك، انتوا ليكوا الفضل الاول عليا، انتوا الاسم والكيان الكبير اللي عمل اسم فاروق جعفر، وانتوا اللي دعمتوا فاروق جعفر في تاريخه في مشواره في كورته كمدرب وكلعيب كوره وكمحلل، واحنا من غيركم ما نسويش حاجه. واي حد بيقول غير اللي انا بقوله ده يبقى مش مظبوط ومش تمام. انا حياتي نادي الزمالك، وانا موجود في نادي الزمالك. عمري من يوم ما خرجت من نادي الزمالك ما فكرت، انا كل يوم بروح نادي الزمالك. انا بيني وبين نادي الزمالك بين بيتي لغايه نادي الزمالك حوالي 23 كيلو. مش بعيد. كل يوم بروح وبرجع، كل يوم بروح وبرجع، تعودت خلاص. بروح النادي. عمري من يوم ما بطلت تدريب في النادي او مشيت من نادي التدريب، عمري ما خدت من النادي يعني مليم بقى. حتى طبعا حدش يعرف يعني ايه مليم، ما خدتش الا انا اكتر حاجه تسعدني وتخليني مبسوط وابقى نايم وقاعد لما الاقي الزمالك بيلعب كويس، الزمالك بيكسب بيعمل نتائج. فاي واحد بيدعي غير الكلام ده عيب ان اي واحد يقول. السوشيال ميديا كمان كابتن كلمت كتير وناس اتكلموا في حقك كتير، بتزعل يا كابتن؟ انا بس طبعا بزعل، بس انا مش يعني البني ادم لما يكون واثق في نفسه بيبص لفوق، ما بيبصش لتحت ابدا. ابدا ابدا. واي كلمه بتتقال يعني انا راجل حب البلد، والبلد دي خيره علينا، ونادي الزمالك خيره علينا. انا النهارده يمكن كان في فيديو، كان حد من لعيبه نادي الزمالك القديمه بيتكلم فيه وبيقول
رئيس النادي المستشار مرتضى بيقول يعني قال كلام كده انا لا اعتقد وما انا اشك ان مرتضى يقول كده يعني عشان كده مش ممكن اصدق ان مرتضى يقول كده ان انا علاقتي بمرتضى حتى لو نختلف او بتاع فاحنا في النهايه اصحاب من قبل ما يعني ما يبقى متواجد في النادي طبعا اتمنى لكل كل مجلس كل اللجان اللي اشتغلت او اي حاجه تحصل النادي الزمالك يحافظوا على النادي الزمالك يعني مش عايزين احنا اولاد النادي نقعد نتخانق على لا عايزين احنا نحافظ على النادي على الكيان نساند النادي ونوقف على رجله اذا نادي الزمالك عمل بطولات كتير وخد بطولات كتير وانجازات كتير عايزين نستمر في كده طول ما احنا كلنا مع بعض وكلنا ايد واحده وكلنا ما نقعدش نلخبط في بعض وكلنا ما نقعدش نجيب سيره بعض بالحاجه الوحشه وما حدش يسخن حد من اولاد النادي على الاكبر منه ما ينفعش وكل الناس اللي المفروض الموجوده في النادي عندها انتماء وولاء لنادي الزمالك وعندها نمر قبل الولاء للبلد احنا لازم نحافظ على البلد دي وعلى كل حاجه فيها مفيش حاجه اسمها تعصب احنا كلنا اولاد البلد دي احنا اهلاويه زملكاويه ترسانويه اسكندرانيه بورسعاديه اي حاجه احنا البلد دي هي اللوية. فوق اسماعيلاويه البلد دي هي الرمز هي دي الحاجه الكبيره اللي احنا كلنا نبص لها ونحترمها فاحنا مش عايزين نخش في حته التعصب مباراه كوره وبتنتهي كل واحد بيشوف حياته ويشوف مستقبله ويشوف افكاره ويشوف عياله ويشوف دراسه عياله احنا الكوره متعه الكوره مش تعصب كلنا بنحب الكرة عشان بنتمتع بيها خلينا نتمتع بالكرة ما نبقاش مشدودين ما نبقاش متوترين هي يعني دي دي ده جمال الكرة صحيح. الناس بتروح تبقى خارجة من الضغط النفسي والعمل من الشغل من الدراسة تروح تتفرج على الكرة عشان تتمتع فخلونا نتمتع بالكرة وكل ما احنا بنتمتع بالكرة ونقيم الناس وخلينا نقيم الناس بشكل احترافي وشكل جميل وشكل الناس تبقى قبلها فهتلاقي الناس كلها ماشية في اتجاه ان احنا بنتنقل نقلة جامدة البلد بتنقل نقلة جامدة خالد يعني الواحد صحيح. بصراحة وكلم بجد شوف على أرض الواقع أنا روحت اسكندرية أنا كنت اسكندرية ولسه جاي النهاردة حاجة تانية خالص ده اسكندرية كمان بقى ده سبق بين مصر وبين القاهرة واسكندرية سبق الدنيا أنا شفت اسكندرية لسه كابتن الصعيد وسينا طبعا كل ده بس أنا بقول اسكندرية حياة كريمة بقى في كل كرة مصر اسكندرية حاجة تانية بتوه دلوقتي أنا كنت اسكندرية والله والله أنا بقالي كتير ما روحتش لأن أنا امبارح رحت رايح أبو قير تهت ما شفنا الشوارع دي كباري وطرق ما شفتش عمري في ابو قير دي كلها يعني الواحد كان كل الناس ما بترضاش تروح عشان الشوارع من دلوقتي حاجه تانية خالص انت شايف حاجه تانية فعلا حاجه تانية خالص اسكندريه طريق مصر اسكندريه انت عندك طفره خلينا بقى الطفره دي اللي حاصله في المجتمع تبقى عند الجماهير عندنا كلنا بنحب كل واحد عنده انتماء لنادي لكن كلنا نحب ان احنا نتفرج ونتمتع بالكوره مفيش تعصب خالص الكوره للمتعه تمام تعال نروح كده الاسئله سريعه بقى عن القمه انتهينا من 50 سنه كوره ونروح بقى على الماتش بكره لازم ماشي. نكون متواجد معايا نتكلم على ماتش بكره ماشي. يلا نروح كده الاسئله الموجوده على الشاشه يا جماعه قبل ساعات مباراه القمه ايه الفرق بين المباراه دي لما تتلعب في بدايه الموسم ولما تكون ختاميه او في نهايه الدور الاول يعني دي الى حد ما تصعب بطل الدوري تصعب لبطل الدوري مفيش علامه تقول لك ان انت تقدر تكمل بنفس المستوى ان احنا لسه في بدايه موسم محتاج عوامل كتير قوي عشان تبقى عندك الاستقرار الفني عايز معدل بدني معدل ذهني معدل فني معدل خططي بياخد وقت الانسجام بتاع اللعيبه بياخد وقت والقراءه للمنافس بتاخد وقت وجودها في البدايه هتخلي الدوري قوي تمام نروح للسؤال اللي بعد كده هل المباراة هيكون ليها تأثير على المنافسة خصوصا انها في الاسبوع الثالث للدوري يعني لو فريق كسب هيبقى فيه انت عارف السنة اللي فاتت الاهلي كسب ماتش وتعادل ماتش وخسر الدوري برضه يعني طيب. يعني خد اربع نقط من الزمالك والزمالك خد نقطة واحدة بس من الاهلي ورغم كده الزمالك هو اللي خد الدوري هل السنة دي تفرق هو انا ما هو انا نفس الكلام انا كنت باجب على السؤال ده في لسه الكلام الاولاني لسه بدري خالص خالص يعني انت ما حدش بيشوف العتمة بالظبط نروح للسؤال اللي بعد كده هل توقف الدوري بعد المباراه مباشره فرصه كويسه للفريق الخسران انه يلملم اوراقه مره تانية؟ دي فرق كبيره الاهلي والزمالك دي فرق كبيره الخساره او اي توتر بيحصل ما بيقللش من قيمتها بالعكس دي بتقوم اقوى من ما كانت فانا شايف ان
يعني ان شاء الله تبقى مباراه ممتعه، اللعيبه تقدم مباراه كويسه جدا تسعد الجماهير، الجماهير تتفرج وتتمتع، مش عايزين تعصب خالص، احنا كلنا بنحب الاهلي والزمالك وكله الاهلاويه والزملكاويه، كلنا عايزين نقول للدنيا كلها ان جماهير مصر دي جماهير راقيه وجماهير بتتمتع بالكوره، واحنا بنتفرج على محمد صلاح الناس ده امبارح انا شفت واحد صلاح عدى بالكوره وبصاها ومش عارف، واحد بيعيط من مهاره صلاح بيعيط صحيح في المدرج صحيح ان شاء الله ده الناس رايحه تتمتع لا تتبسط. طيب نروح للسؤال اللي بعد كده، اوباما غاب عن المباراه الماضيه للاصابه ثم عاد لقائمه مباراه القمه، هل تراه جاهز للبي دي بي ام من الافضل لدفع مصطفى فتحي؟ انا اعتقادي ان اوباما كان المباراه اللي فاتت مرهق او تعبان فبتريح المباراه القمه. يعني انت شايف نبتدي باوباما؟ لا لعب في التشكيل نبتدي بجزيري. هم الناس اللي رجليها في الملعب يعني ما فيهاش مجازفه تمام، المباراه ما فيهاش مجازفه، يبقى هو التشكيل اللي هو بيلعب بيه توسكر اللي هو التشكيل الطبيعي يعني. طبعا تمام. نروح لل لم يدخل مرمى الفريقين اي هدف حتى الان، هل سيكون خط الدفاع كلمه السر في مباراه القمه؟ يعني مباراه الاهلي والزمالك يعني انا شايف الفرقتين دلوقتي في حاله بدنيه كويسه جدا، حاله فنيه كويسه، وهيزيد الحاله الفنيه والحاله البدنيه والتركيز في المباراه. يعني انا تامين طول ما انت مامن نفسك، حارس جيد بيتكلم مع الدفاع، خط الدفاع بيشتغل وما بيشتغلش على خط واحد. في وظائف موجوده للعيبه ومهام موجوده للعيبه وخصوصا المدافعين ونص الملعب المدافع، ده هيديك امان كويس جدا ويخلي صعب قوي المنافس يقدر يجيب فيه. مفيش فريق افوق من الثاني يا كابتن في الفتره دي؟ اه مباراه الاهلي والزمالك ليس ليها اي معيار. انا خالص. يمكن وانا عندي 16 سنه قلت كده لما شفت ضرب الجزاء. انا قلت كده وانا عندي 17 سنه ولا 18 سنه، قلت ضرب المباراه دي اللي انا شفته مباراه الاهلي والزمالك كان اسهل من مباراه انا لعبتها قبل كده. صحيح. فالواحد مباراه الاهلي والزمالك هل كابتن الموسيماني يبتدي بمحمد الشريف ولا هيبتدي ببيرسي تاو؟ تتوقعاتك او ميكي سوني او احمد عبد القادر، هيكون في مفاجات؟ هل محمد الشناوي يلعب ولا وهو راجع من الاصابه، ولا علي لطفي اللي بيلعب اخر ثلاث ماتشات او اخر يعني ماتشين؟ انا طبعا يعني انا مش عارف ظروف توقعات النادي الاهلي، يعني انا مش عارف ظروف النادي الاهلي ايه. يعني طريقه اللعب اللي هي بيلعب بيها بثلاثه ديفندرز، حاجتين المدرب وخصوصا في المباريات الكبيره. انا كنت كان قبليه الاستاذ عمرو كان بيتكلم وبيتكلم على الخبره. مباراه الاهلي والزمالك تختلف عن كل الحاجات دي. انت محتاج الخبره، لكن ممكن في المباراه دي يظهر نجم جديد صحيح يغطي على كل الناس، بتحصل، وممكن نجم كبير قوي يضيع في المباراه دي. فالمباراه دي ما فيهاش اي معدل صحيح، يعني ما فيهاش اي معدل، المعدل هي النتيجه. تمام. نروح لاخر سؤال معانا، رساله منك للاعيبه الزمالك قبل المباراه. يعني انا عايز اللعيبه تركز في المباراه، كل واحد بيقاتل في الملعب على الكوره، يطلع اقصى ما عنده، يبقى منضبط ملتزم، تعليمات المدرب هي نمره واحد، الروح المعنويه مع اللعيبه زمايله مع المنافس ان احنا بنلعب كوره، وان هو بيمتع نفسه في نفس التوقيت بيبذل اقصى جهد، وان هو عايز يحقق طموح وعايز يروح للمكسب، فده حق مشروع ليه. فانا اتمنى بكره ان شاء الله اللعيبه التركيز هو نمره واحد ونمره اثنين ونمره ثلاثه، انت عايز ايه من المباراه؟ انا عايز كذا من المباراه، العب على اللي انت عايزه من المباراه. تشكيل يا كابتن الامثل شايفه فتوح، علاء، ونش، المسلوسي، طارق حامد، امام عاشور، اوباما، اشرف بن شرقي، زيزو، جزيري. يعني انت قلت كده التشكيل صح كده؟ انت هو ده التشكيل امس، يعني اعتقد ان ده التشكيل يعني ده بشكل كبير، ويكون بقى عمر السعيد ومصطفى فتحي وناجي. عايز اللعيبه اللي رجليها في الملعب. يعني عايز اللعيبه دايما اللي رجليها في الملعب ويكون بدنيا جاهزه. هل غياب شيكابالا ياثر يا كابتن؟ يعني جماهيرين وشعبيين اكيد شيكابالا جماهيرين وشعبيين بياثر. حتى مع تحكيم مصري كابتن وطاقم التحكيم اللي حكم مباراه الاهلي والاسماعيلي في الاسبوع الاول، انا بغض النظر انا اتمنى إن الحكم ينجح ويوفق اكيد كلنا، ويكون عنده الشخصيه ان اللعيبه كلها تحترمه، ويبقى عنده الانضباط ويعبر عن شخصيته من اول المباراه. وتقنيه الفار طبعا، تقنيه الفار يعني لازم يبقى في الانسجام بينه وبين الحكم. ان التقنيه
النهارده كنا بنتفرج على الماتش، كان كابتن محمود كان عاشور. لا كان محمد معروف؟ لا محمود عاشور. محمود عاشور لا محمود طارق مجدي؟ لا محمد كان ابراهيم موجود. ابراهيم نور الدين؟ ابراهيم نور الدين ضاع من الماتش حوالي 7 دقايق عشان يحسب ضربه جزاء ويرجع ويروح ويرجع. طب ما انا اقول للراجل انت شايفين، انت اول راجل مش شايف وخد القرار وبعد كده مش هيتعادله، انت اللي بيتعادلك مره واثنين وثلاثه وخمسه وعشره، ما تقول له ضرب جزاء ومش ضرب جزاء، ما تخلوش يجي ويقعد على يروح على الـ على الـ على الشاشه ويقعد يبص. انا اتمنى ان شاء الله التوفيق اولا للحكام بكره، لازم ان شاء الله ربنا هيوفقهم. وبرضك احنا عايزين نقول احنا مصريين لازم احنا نعتمد على اولاد بلدنا، ان دولت من احسن حكام موجودين في افريقيا، لازم نساندهم. فانت ما تسنده وبتدي له، وهو بياخد الشخصيه الكويسه واللعيبه بتسمع كلامه بيبقى فيه استجابه لقرارات الحكم، انا هشوف المباراه ان شاء الله بشكل كبير هتنجح بكره. قول لي لاعب واحد ممكن يكون مفتاح لعب في الزمالك بكره، لعيب مهم ولاعب واحد من الاهلي. اكتر واحد مركز في الملعب وبيلعب بحريته ومش خايف ومش متوتر ومش عاتل هم المباراه هيكون احسن واحد في الملعب. لكن مفيش حد في دماغك معين؟ مباراه الاهلي والزمالك تعرفش النجم. تعرفش النجم. كابتن فاروق نورتني وشرفتني، الله يخليك، وسعيد بتواجدك معايا وسعيد بمرور 50 سنه على اول مباراه ليك مع نادي الزمالك. ربنا يخليك يا خالد، ربنا يخليك. شكرا كابتن فاروق جعفر، شكرا لكل مشاهدينا المحترمين، شكرا لكل الزملكاويه. بكره ان شاء الله نستمتع كلنا بمباراه قمه في كل شيء، قمه في الاخلاق وقمه في الامتاع وقمه في المهاره وقمه في التهديف وقمه في التحكيم وقمه في الاخراج وقمه في التصوير وقمه في التعليق. نتمنى ان شاء الله نستمتع كلنا بمباراه بكره، واكيد كلنا من خلال قناه نادي الزمالك كزملكاويه نتمنى الفوز والانتصار لنادينا الحبيب نادي الزمالك. تصبحوا على الف مليون خير واشوفكم بكره باذن الله. اكيد هيكون معاكم بكره ان شاء الله زميل محمد ابو العيله، ان شاء الله اشوفكم قريبا باذن الله. يلا بينا.